بسم الله الرحمن الرحيم. احنا السنه دي ان شاء الله هيعقد المؤتمر العاشر للجمعيه المصريه للسكر ودهنيات الدم. احنا سعداء ان كل سنه المؤتمر بيحقق نجاح اكتر من السنه اللي قبلها، وبالتالي ده نتيجه اولا لحضوركم. احنا طبعا بنرحب بيكم بكل الاطباء من كل مصر، ان ده مؤتمر بتاعكم مش بتاع شخص معين ولا بتاع يعني جامعة معينة ولا جمعية معينة، ده مؤتمر دايا ايجيبتي معناها السكر في مصر. حقيقة احنا سعداء ان من كل مرة بيخلص مؤتمر الناس بيجي لنا ردود الفعل، الناس بتقول ان المؤتمر فعلا بيحقق فايدة علمية خصوصا لشباب الأطباء، وبيدي فرصة للتعامل ما بيننا وما بين بعض ونتبادل الخبرات ونتبادل المعلومات. السنة دي ان شاء الله نوعدكم ان ان شاء الرحمن هيبقى فيه مواضيع جديدة، هيبقى في نوع من الأنواع التعليم الطبي المستمر، كل ما يجد على ساحة السكر وهنناقشها بطلاقة طبعا وبحيادية تماما. يعني المؤتمر أساسا مؤتمر علمي أكتر منه دعائي لأي جهة معينة، فنتمنى حضوركم السنة دي وإن شاء الرحمن هيكون مؤتمر ناجح.